ما هي المهام التي تسودك إلى الحشد العشائري؟ هل هي مهام مسكولة فقط ألا ليس هناك مهام قتالية ستسودك إلى الحشد، خاصة أنه لا زالوا في مرحلة التدريب إلى حد الآن؟ طبيعة المهمة تحددها قيادة العمليات المشتركة وطروح الخطة للموضوع، لكن أنا من منطلق إشرافي على هذا العمل أعتقد أنه ستكون له مهمة قتالية ومهمة مسك الأرض بعد التحرير إن شاء الله. ماذا عن أنه هذه العمليات ذكر أنه 15,000 ربما تكون هذا العدد قليل قياسا بحجم المحافظة والتحدي اللي راح تواجه الطبقات؟ هذا الأمر له سياقاته ويحدده السيد القائد عام القوات المسلحة، هو من يحدد الأعداد. العدد ليس نهائي، يمكن زيادته إذا ما تطلب الأمر ذلك. ما هي رسالتكم لأهالي الموصل كحشد؟ نرجو من أهالي الموصل الكرام أن يتعاطوا مع عمليات التحرير بإيجابية. رسالتنا لهم أنه هذه القوات هي قوات تحرير وقوات سلام، وهي فيها خير لهم وخير لمستقبلهم. نحن نأمل وكما عهدنا أهل الموصل الكرام أن يكونوا عونا في هذه العملية، لأنها عملية تحرير الأرض وتحرير الإنسان وضمان المستقبل لهم.